رفضت محكمة العدل الدولية الادعاءات الباطلة التي ساقها النظام القطري ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في محاولة منه لتزييف الحقائق والهروب عن إيجاد حل لأزمته. وكان قرار محكمة العدل الدولية برفض الادعاءات والمطالب القطرية محل ترحيب من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. صدمة كبيرة تلقاها المجتمع الدولي لهول موقف النظام القطري في ادعاءاته واتهاماته الزائفة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بأنها مارست التمييز العنصري ضد القطريين المقيمين على أرضها، متناسية الدوحة انتهاكاتها الصارخة لحقوق المدنيين والعمال وقمع الحريات على أراضيها. فبعد توالي الخسائر السياسية على قطر، بات مخجلا على نظام الدوحة أن يرفع رأسه في أي محفل دولي، وخصوصا بعد أن توسل لمحكمة العدل الدولية وقدم لها اتهامات باطلة لمحاولة تشويه سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه فشل فشلا ذريعا ورفضت المحكمة جميع طلباته وعاد خالي الوفاض خائب الرجاء. محكمة العدل الدولية وفي قرارها الصادر في 23 يوليو الجاري بشأن ادعاءات قطر وبعد رفضها، أشارت إلى بعض من الإجراءات التي كانت ولا زالت تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يثبت بأن اتهامات قطر باطلة، وأن رعايا قطر يعيشون ويعملون ويتجولون في شوارع أبو ظبي متمتعين بكافة حقوقهم، وهو ما قدمته الإمارات بالأدلة والأرقام في مرافعاتها أمام المحكمة الدولية. هذا الإصرار والتعنت القطري المستمر عاد بالنظام القطري إلى ممارسة سياسته المعتادة المرتبكة عبر تبني أساليب ملتوية واتهامات باطلة وتزييف الحقائق وعمل أي شيء وكل شيء إلا الصواب الذي من الأجدر له أن يتعلمه بأسرع وقت، وهو ما طالبت به الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بأن يتعامل نظام الدوحة مع نفسه باعتباره نظاما ينتمي إلى المجتمع الدولي ويلتزم بمواثيقه، لا تنظيما يدعم ويمول ويرعى من هم حوله من تنظيمات إرهابية.